من آخر الدنيا جاء يسعى طبيبا يحمل معداته بين يديه، وقسم الأطباء في وجدانه ناويا منح الشفاء للجرحى السوريين في معارك الحرية. لم يدر في خلده أبدا أن من ظنه السوريون قبل عام 2011 طبيبا سوف يكون قاتله. بالفعل شتان بين هذا الطبيب وذاك، الأول يحكم البلاد ويقترف فيها أفظع الجرائم والجراح، وطبيب آخر يداوي الجراح فتصبح تهمة يقتل بحجتها. إنه عباس خان، واليوم هو ذكرى استشهاده. هو الذي جاء إلى سوريا في عام 2013 لينقذ الجرحى قبل أن يعتقل على أيدي قوات النظام ويعذب ويقتل، ثم تسلم جثته مع رواية كاذبة قيل فيها أنه قام بشنق نفسه. أمهات الجرحى والمعتقلين والشهداء في سوريا، ونحن نعزي أم الطبيب عباس خان رحمه الله. رحمه الله. مساء الخير مشاهدينا، يسعد مساكم اليوم بحلقه جديده من برنامج لم الشمل، حرافقكم فيها انا ويارا. اكيد يسعد اوقاتكم. خلونا نشوف شو ابرز مواضيعنا لليوم. حذف ارشيف الثوره السوريه طمس لمعالم الجريمه. الامطار الغزيره تغرق مدينه اللاذقيه. والسريان في سوريا مكون عريق وتراث ثري. البداية من دير الزور، حيث نقلت وكالة سمارت عن أحد مستحقي المساعدات الدولية في مدينة البوكمال شرق دير الزور أنه اضطر لدفع مبلغ 1000 ليرة سورية بعد وصول شاحنات المساعدات إلى الأمن العسكري ليتسلم المساعدات عنه سمسار يجمع المبالغ من الأهالي لقاء تسليمهم. وذكرت مصادر محلية بأن ميليشيات الأمن العسكري التابعة للنظام والحرس الثوري الإيراني قد استولت على الجزء الأكبر من تلك المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والتي يشرف على توزيعها الهلال الأحمر السوري، إلا أن ما يسمى بقوات القاطرجي شاركت بعملية التوزيع هذه المرة إلى جانب الهلال الأحمر السوري. للأسف أنه حتى موضوع المساعدات الإنسانية نور عم يوصل لغير مستحقيها، وهذا الشيء كان من بداية الثورة السورية ومن بداية توزيع المساعدات من الأمم المتحدة. للأسف تعرض سكان مدينة اللاذقية لخسائر مادية وأضرار في المحاصيل الزراعية نتيجة الفيضانات التي حدثت يومي الجمعة والسبت. وذكر موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين أن سكان حي الرمل الجنوبي اشتكوا من دخول المياه لمنازلهم، وقالوا أن المياه زاد ارتفاعها ليصل إلى المترين في بعض الأماكن، وذلك بسبب الإهمال في البنى التحتية. The cat sat on the mat.
يعاني سكان مدينة سراقب من ضعف كبير في الخدمات، وخصوصا بعد الحملة أو حملة النظام الأخيرة وتعرض المدينة للقصف بشكل شبه مستمر وتراجع دور المنظمات العاملة في المنطقة. رئيس المجلس المحلي محمود الجرود صرح لصحيفة حرية بريس بأن هناك صعوبات في ترحيل النفايات إلى مكانها المخصص لكون مدينة سراقب مساحتها كبيرة ومنبسطة، ومن الصعب تغطيتها بالإضافة إلى كلفة ترحيل القمامة والتي تبلغ شهريا نحو 2 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى النقص الكبير في اليد العاملة، كما يعاني الأهالي من نقص في مياه الشرب فهي لم تضخ في المدينة منذ أكثر من سنة نظرا لكلفة الضخ العالية وارتفاع عدد سكان المدينة بين نازح ومقيم. حذرت الأمم المتحدة من موجة صقيع صعبة تواجه الشعب السوري حاليا للأسف، وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي للأمين العام إن الأمم المتحدة بحاجة إلى 25 مليون دولار لتلبية احتياجات السوريين خلال هذه الفترة. بذات السياق قام البيت السوري في تركيا بحملة إيد بإيدك لنجعل شتاء دافي، وذلك لجمع الملابس والأغطية والأحذية وإرسالها إلى الداخل السوري. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا محمد غزال مدير مكتب النشاطات في البيت السوري. مساء الخير سيد محمد. مساء الخير لإلك. لو تقدر تحطنا بوضع المخيمات اليوم في الداخل السوري مع هذا الشتاء القاسي. يعني اليوم مثل ما بيعرف الكل وضع المخيمات من 9 سنين لليوم، من بداية الثورة لليوم وضع مأساوي. أي دولة ولا أي منظمة ما قدرت تغطي ولا جزء بسيط من احتياجات أهلنا بالمخيمات، وخصوصي بعد الحملة الشرسة من قبل النظام الروسي والعدوان الروسي على أهلنا بريف حماة وريف إدلب. حاليا مثل ما بتعرف في عندنا مخيمات مثل ما بقولوا مي منظمة، مخيمات عشوائية، أوضاع مخيمات مأساوية جدا جدا. نعم للأسف. طيب أستاذ محمد، هل لديك إحصائية لعدد العائلات أو الأفراد الذين عم تشملهم حملة شتاء دافئ؟ هلا بالطبع نحن ما عندنا إحصائيات لأن الأعداد كثير كبيرة، ومثل ما قلت لكم ما في أي منظمة ما فيها تغطي هذه الأعداد كلها. ولكن نحن شو المناطق اللي عم تضمنها معناتها هي الحملة إذا ما عم تقدر تغطي كل المناطق الموجودة أو كل المخيمات الموجودة بالمنطقة، لوين عم تقدر توصل وليش ما عم تقدر توصل أصلاً لكل المناطق؟ نحن هدفنا الأساسي هو أن نتصل لأهلنا بالمخيمات العشوائية مثل أهلنا النازحين. تقريبا في قرابة 500,000 نازح في آخر فترة من ريف حماة وريف إدلب. نحن هدفنا هو أن نصل لألهم. طبعا مثل ما بتعرفوا في صعوبات بإدخال المساعدات لهم، وعم نحاول نحن نتجاوز هاي المشاكل وإن شاء الله نحاول نصلهم. طيب بالنسبة للمبادرات الفردية إلى أي مدى ممكن نعول على هاي المبادرات؟ وقد اليوم ممكن تغطي هاي المبادرات الفردية النقص في ظل شح في الدعم الأممي؟ المبادرات الفردية ما فيها أبدا تغطي، يعني نحن لما عم نحاول قدر الإمكان نكون جزء من تخفيف المعاناة، ولكن ما في نقول لك إنه نحن فينا نغطي. طيب بما انه ذكرت انه الوضع صعب والمبادرات الفرديه يعني قد ما كانت بس هي بتكون يمكن اقل من الحاجات طبعاً. طيب يعني هلا في كثير مشاهدين مثلا عم بيشوفونا وهن حابين اصلا يوصلوا لهي المخيمات يقدروا يساعدوا ويتبرعوا، كثير من الناس اوقات بتناشدنا وبتتواصل معنا مشان هذا الموضوع، شو اهم الحاجيات اللي بتقدر الناس فعلا توصلها وتوصل للناس اللي هن فعلا بحاجتها؟ اليوم نحن اهلنا بالمخيمات اهم شيء هن بحاجه الالبسه، الاغطيه، احذيه الاطفال، البسه الاطفال هو اهم شيء، يعني نحن عندنا الاطفال وما يليهم النساء والشباب. في عندنا نحن حملتنا بتتكون من البسه، بطانيات، احذيه، كل شيء بيخفف عنهم برد الشتاء بس. أكيد نتمنى يكون شتاء دافع على أهلها في المخيمات. شكرا، كنت معنا محمد غزال مدير مكتب النشاطات في البيت السوري، شكرا جزيلا لك. شكرا قناة السلام.
أهلا بك. إلى موضوعنا الآخر، حققت الكاتبة لونا المصلي عدة جوائز لكتبها التي ألفتها عن طفولتها في دمشق، أبرزها جائزة أفضل كتاب للشابات والشباب من وزارة الثقافة النمساوية. ركزت لونا في كتبها على مواضيع العائلة وأجوائها في سوريا، إضافة إلى الثقافة والمجتمع والدين. كانت الطفولة تبعي يعني هيك مليئة بالناس. عشت طفولتي بالشام، كنا نحن ساكنين عند بيت تيتا وجدر، بقالي دايما البيت يعني ما بيتسكر بابه، دايما في عالم فايتة طالعة. أنا لونا الموصلي، أنا خلقت هون بفيينا ولكن عشت بسوريا تقريبا 14 سنة، وبعدين قرروا أهلي يرجعوا على فيينا. أنا بدأت أدرس باللغة الألمانية وقت صار عمري 14، أنا كنت بعرفها من قبل بس مو تاقمتها بشكل إنه أقول واو أنا هي اللغة اللي أنا بقدر مثلا أعبر فيها عن أفكاري وأعبر فيها عن حالي. والعربي نفس الشيء، أنا العربي مثلا وقفت دراسته وقت أنا أجيت لهون على فيينا وبلشت أروح هون على المدرسة، لأنه وقتها ما كان في، كانت اللغة العربية هون ما لها منتشرة مثل ما هلا هي انتشرت. أول شيء بدأت طبعاً بجمع أفكار، وهو أول كتاب كان يعتبر مثل مشروع التخرج، وبعدين تميت كمل عليه. بدأت أول شيء أكتب الخواطر، وبعدين كبر صار في مو بس الخواطر، صار في الخواطر وفي له رسومات، وانكتب بالعربي وبالألماني. الفكرة بالكتاب هو عن يوميات طفل اللي عاش بالشام بدمشق، كيف التربية الاجتماعية، التربية الأسرية، حتى الدين والسياسة والمجتمع وطريقة التفكير والعادات والتقاليد، كلهم هدول بيأثروا على الشخص وهو عم يكبر. الكتاب الثاني اللي أنا كتبته هو أكثر بيركز عن التربية الدينية، يعني نحن في كتير أشياء كيف الطفل بيشوفها، وفي أشياء نحن مثلاً ما بنسألها لأنه بنحس إنه كل العالم تعرف. الكتاب الثالث عن شباب وشابات اللي هن كلهم عندهم خلفية غير نمساوية، بس مثلا عايشين هون أو حتى خلقانين هون أو اجوا هون بسن معين، بيعطوك جولة بفيينا بس جولتهم الشخصية، بقى لك في قصص كتير هيك بتضحك، وبعدين بترجع بتورجيك فيينا من يعني من طرف ثاني، من طرف غير سياحي، محل ما أنت مثلا قرنة سياحية بيصير في لها قصة تانية لأنه الشخص عاش بطريقة تانية. أغلب القراءات اللي هن صراحة بين النمسا وألمانيا والشفايت، وبس كمان مثلا الكتاب الأول ترجم مثلا على الإسباني، بقى لي كمان طلعت على إسبانيا وقريت هنيك، وكمان هلا بمصر وهلا بالسعودية. يا بعدين والقراءات تختلف، لانه مثلا انا مرات بقرا لاطفال، مرات بروح على المدرسه بقرا، مرات بس كمان بيكون بمركز ثقافي او حتى بمكاتب، ما اللي بتختلف القراءات عن بعضها. انا الجائزه الاولى اللي اخذتها هو من وزاره الثقافه هون بالنمسا لاحسن كتاب للاطفال والشباب والشابات في النمسا. وبعدين الجائزة الثانية هو اختيار هيدا الكتاب من خلال المكاتب العالمية، بنقوا بقالي هن من الكتب اللي انتشرت بسنة معينة، بنقوا هن بعض الكتب اللي هن يعني بيذكروها أو بيعطوها مثل اهتمام خاص، بقالي أنا كتابي كان بين هذول الكتب. كل التوفيق للونا. رح نروح لفاصل قصير وبعده بنتابع باقي فقرات لنشمل اليوم.